بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، صاحب السماحة مفتي طرابلس الشمال، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الضيوف الكرام، أيها المكرمون، أيها الحفل الكريم، من مسجد محمد الأمين احتفلنا معكم بإطلاق جائزة عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. وفي رحاب العزم نلتقي لنختتم معكم فعاليات هذا الحدث المبارك، ونكرم كوكبة من الشباب الذين شاركوا في حفظ كتاب الله، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى، له الشكر وله الحمد وله الثناء الحسن. لقد اخترنا لهذه الدورة الأولى عنواناً هو السلام في القرآن الكريم، لنقول للعالم أجمع بأن الإسلام هو دين السلام. وما أحوجنا اليوم لأن نفهم القرآن ونتمسك بأحكامه وننهي عن نواهيه ونقيس أمورنا على ما جاء فيه، حتى لا يكون تشويه الدين الحنيف سمة من سمات العصر الذي نعيشه. كما ننتهز الفرصة ومن خلال عنوان السلام لنؤكد أن الفيحاء كانت وستبقى مدينة السلام والطمأنينة والمحبة والتعايش والوحدة الوطنية. طرابلس التي ظلمت كثيرا بسياسات الحرمان والتجاهل والإهمال والتهميش، تسمو اليوم بسلام القرآن، وتتقدم الصفوف وترفع اسم لبنان عاليا في العالم الإسلامي. لذلك ينبغي أن تنال حقها من اهتمام الدولة ورعايتها، وأن تكون محطة أنظار الأشقاء والأصدقاء في العالم العربي والإسلامي، لتشكل نقطة تلاقي لهم جميعا. وعليكم إخواني ضيوفنا الكرام أن تخبروا عما شاهدتم وعن الأيام التي عشتموها في هذه المدينة الطيبة أرضا وشعبا. وندعوكم يا أصحاب السماحة أن تولوا اهتمامكم بالأوقاف العريقة في هذه المدينة، لأنها تشكل تاريخها وتراثها، ولأن الحفاظ عليها وتنميتها واجب ديني وأخلاقي. ولا بد لي في هذه المناسبة إلا الثناء على صاحب السماحة مفتي طرابلس الشمال الشيخ مالك الشعار على حرصه وأصراره ومثابرته لتوثيق الأملاك الوقفية. أيها الحفل الكريم، القرآن يأمرنا بالوحدة وينهانا عن الشقاق والفرقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالوحدة والإخوة والتآلف تحققت في الماضي بنعمة الإسلام وبفضل القرآن، وبها تستمر بإذن الله. أما حالنا اليوم فالمسلمون تفرقوا شيعا ومذاهب وتيارات وأحزابا ودولا ودويلات، فهل يمكن والحال كذلك أن نواجه المؤامرات التي تشوه ديننا الحنيف أو تتلطى خلفه لشن الحروب وإثارة الفتن؟ أيها الحفل الكريم، قلنا في حفل الافتتاح أن علينا اجتراح السبيل للخروج من المأزق الذي نعيشه، وذلك عبر خطوات أبرزها الاسترشاد بمسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دخل المدينة المنورة وجعل الشورى مع أهلها، كل أهلها بمختلف قبائلهم وأديانهم، لأن
لأن الأصل إقامة مجتمع الإنسان، وبالتالي التعامل مع التعددية على أنها غنى وتبادل ثقافات دون التفريط بالثوابت، ولا تترددوا في العودة إلى الكلمة الطيبة في كل مقام ومقال، عملاً بقوله تعالى في كتابه الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وما يجمعنا كأمة أكثر ما يفرقنا بكثير: كتابنا واحد، تاريخنا واحد، أرضنا واحدة، معاناتنا واحدة، وجرحنا النازف يبقى فلسطين بسببها وعلى نيتها، بسببها وعلى نيتها دارت المعارك وتجزأ المجزأ. فإذا بنا نبتعد عن فلسطين ونوغل في التشرذم. من هنا قلت وأكرر أن التمسك بحقوقنا يجمعنا، والعودة إلى القدس مهد الديانات ونقطة التلاقي بين كل الحضارات تبقى أساساً لتصويب الاتجاه. إخواني، حين تسنى لي حضور أحد حلقات المسابقات وزيارتي في مسجد طينال للمشاركة في أنشطة مبارياتنا، شعرت بالفخر والاعتزاز والارتياح، لأن شباباً في مقتبل العمر، وهم فعلياً البعض منهم أقل من 20 عاماً، لا يتقنون العربية، يكفي أن نعطيهم، أن يعطيهم أحد الحكام مطلع آية من أي سورة ليكملوا السورة ويتابعوا القراءة بلغة فصحى وتجويد تدمع له العيون. فبالله عليكم، هل نخاف على كتاب الله وسنة نبيه؟ والله هو من وضع في قلوبكم وعقولكم تلك القدرة على الفهم والحفظ والتجويد. كونوا مع الله ولا تبالوا، آمنوا أن الله أرحم بعباده من أمهاتهم وأبائهم. دافعوا عن رسالة الإسلام كرسالة سلام ومحبة. ألم يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبيل يوصلنا إلى الجنة حين قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحببتم، افشوا السلام بينكم. فيا أيها المتبارون، عودوا إلى بلادكم رسلاً للسلام والوحدة والتآخي، فما حققتموه يرتقي سمواً جزاؤكم عند ربكم. أوصيكم أن تأخذوا هذا الكتاب بقوة، وأن تنشروا تعاليمه سمحة بين الناس برفق، وأن تحافظوا على وقاره في حياتكم، فأنتم الواجهة والعنوان، وأنتم الذخرة والضمان. ونحن بإذن الله عقدنا العزم على القيام بإعداد مباريات لبنانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، يكون مركزها هنا في طرابلس، وعلى ضوئها نختار الأفضل للمشاركة في مباريات دولية أردناها سنوية أيضا من مدينة العلم والعلماء. صاحب السماحة، اسمح لي بأن أقول لك كلمة تقدير. يا صاحب السماحة، حضورك في مدينتك طرابلس زاد احتفالنا مهابة، فأنتم إلى القامة الدينية التي تمثلون مرجعية وطنية تؤمنون بالتلاقي وتدعون إليه، تتمسكون بالمسلمات كنهج ثابت لن نحيد عنه. الحفل الذي أقمناه في بيروت أدخل إلى قلبكم وقلوب اللبنانيين جميعا فرحا ورضا، وقد أنت بالذات
قلت لي أنني أشعر وكأنني بعرس، والحمد لله الذي أتم علينا ذلك. فكتاب الله حقا يجمع كل الناس، وما فعلناه في جمعية العزم والسعادة بتوجيه من شقيقي طه ما هو إلا هدية لمن سبقونا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وإلى مدينتنا. عسى أن يكون هذا العمل عملا صالحا ننتفع به يوم القيامة، وعسى أن يسخرنا للدعاء لوالدي عزم وسعاد ولأمواتنا جميعا بالرحمة والمغفرة. وفي النهاية لابد لي أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المباراة والجائزة الدولية، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم.